في مواقف اتحاد القبائل؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مصطفى بيه على هذا البرنامج العظيم اللي بيقدمه للشعب المصري حتى يعلموا الحقائق والأسرار اللي لا يعلمها الكثير. إحنا من هنا من مدينة العريش ومن سيناء الشمالية بنبعث برقية شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق أول وزير الدفاع محمد زكي وقواتنا المسلحة والسيد الوزير محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله البواسل الذين سطروا ملحمة تاريخية متضامنين، كافة قوات مسلحة مع شرطة باسلة مع شعب سيناء العظيم اللي المدنيين أثبتوا أنهم يعني في قارب وفي مركب واحد مع قواتهم المسلحة وشرطتهم المصرية في دحر الإرهاب اللي احنا عانينا منه معاناة شديدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والرجال الذين ضحوا بأنفسهم في سيناء. نعم، شكرا لك. يعني كلام السيد حسام شاهين عضو مجلس الشعب السابق، رسالة لكل من يعنيه الأمر في هذا الأمر. معانا الأخ عبد القادر مبارك الكاتب السياسي والإعلامي المعروف. طيب ناخد أولا الشيخ سعيد صباح، أحد رموز سيناء وأحد أبناء قبيلة البيضية اللي تم وضع اسمه هو ونجله على قوائم الإرهابيين في بير العبد. شيخ سعيد أهلا وسهلا بيك، أسمع تعليق.